نشاهده كثيرا مسعود اوزيل، يعني اعطي ثقه من جانب مورينيو واعطي دورا، وهذه تصويبها، وهذا هدف اول لكريستيانو رونالدو من التسديده الثانيه يسجل الهدف الاول. يقول لاوزيل لك الفضل في هذا الهدف لانها تمريره رائعه. كنت اتحدث عن اوزيل وعن دور اوزيل، وها هو كريستيانو رونالدو هداف الليغا الاسبانيه يطل ويضرب بقوه من جديد ويفتح باب التسجيل للملكي الابيض الاسود اللون في مباراه اليوم في الدقيقه 24. اذا كريستيانو رونالدو يفتح باب التسجيل، ولكن الدور الكبير فعلا لاوزيل. لاحظوا الكل يشكر اوزيل لان التمريره من اوزيل كانت رائعه، الرؤيه من اوزيل ممتازه، وبالتالي كل لاحظوا لاحظوا هنا التقدم من اوزيل، التمهل من اوزيل، شاهد الانطلاقه لكريستيانو اعطاه الكره وكريستيانو بيسراه يغلب روبرتو. لاحظوا كيف مباشره كانها ضربه جزاء ولكنها متحركه، وبالتالي الكره لاحظوا الرؤيه، لاحظوا التحرك، لاحظوا التوقيت، ولاحظوا كيف اعطاه التمريره الاماميه البينيه الطوليه الخفيه، وجاء اللاعب المدافع من الخلف واسمه كريستيانو رونالدو.